السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في قناتكم بايك ستوري حكاية دباب. حكايتنا اليوم يعني للناس اللي تحب تغير الزيت حق الدراجة النارية بنفسها، وتحب تركب القطع بنفسها والأمور هذه. أنا صراحة من الناس اللي أحب يعني أغير بنفسي، سواء زيوت أو كفرات إذا اضطريت، أو أي قطع خاصة بالدباب أو حتى السيارة. طبعا من الناس اللي احب اسوي الاشياء هذه بنفسي. في بعض الناس لا، يحب يعني يوديها للشخص المختص، ولكن انا احب يعني اسوي هذه الامور بنفسي. وانا متاكد انه في نسبه كبيره برضو من الناس تحب تسوي الامور هذه بنفسها. بنبدا ان شاء الله يعني في نوريكم الاشياء اللي هنا اللي بنسويها اليوم ان شاء الله. ان شاء الله بنغير الزيت، هذا الزيت اللي جبته. طبعا تتاكد اول شيء انه الزيت مطابق لمواصفات الدراجه الناريه. كيف تعرف الزيت اذا مطابق او لا؟ تروح على الكتالوج حق الدراجة النارية. اي دراجة نارية يجي معها كتالوج، اذا ما جاء معها كتالوج تدخل على النت وبتحصل ان شاء الله الزيت المطابق لمواصفات دراجتك النارية. تقرأ تكون المواصفات المطلوبة هنا والرقم. طبعا دراجتي النارية انا 10W30، لكن 40 ما يضر، وبالعكس يكون ممتاز في الاجواء الحارة. هذا النوع انا صراحة يعني مدحوا لي فيه كثير، ودخلت على النت كثير وقرأت عنه، يمدحوه يعني. هو الماني، هذا هو الماني، اسم الشركة ليكومولي، ويعني قرأت عنه زي ما ذكرت كثير، وشفت له مقاطع كثير ومقارنات، فيمدحوا فيه الصراحة. بالنسبة لدراجتي النارية طبعا يكون مكتوب في الكتالوج كم تاخذ زيت، كم تاخذ عيار الزيت سواء بفلتر او بدون فلتر. فانا طبعا هغير الفلتر ان شاء الله. هذا هو الفلتر الاصلي جبته من الشركة. انت دائما حاول يعني تاخذ الاشياء الاصلية، لو ما حصلت ممكن تاخذ في شركات كثيرة تسوي فلاتر، بس تأكد انها تكون جودة عالية. بالنسبة لدراجتي النارية انا تاخذ 4 لتر مع الفلتر، هذا هو 4 لتر بالضبط. طبعا يباع بالحبة، ولكن اذا اخذت 4 لتر كاملة كذا بجالون كامل يكون سعرها ارخص. وبنحتاج هذه نفك فيها الفلتر، وبتحتاج شيء اسمه تور كرانش. تور كرانش هذا مفك، ولكن يعطيك قراءة ديجيتال يعني لقوة الشد. يعني مثلا انت تعيره تقول له شد لغاية مثلا 30 نيوتن متر، خلاص اكثر من 30 ما يشد، لانه في الكتالوج الان ان شاء الله لما بنشد الصواميل وبنشد السرة حقت الزيت ففي لها عيار، يعني ما تقدر انت تشد زيادة، ممكن لا سمح الله تخرب السنة حقت الصامولة، وتحتاج مفك والمقاسات حقت الصواميل. هذا بالنسبة لموضوع الزيت. بعد موضوع الزيت ان شاء الله بوريكم كيف ثبت لمبة فرامل للخوذة. هذه لمبة تثبت على الخوذة من الخلف في هذه المنطقة، يركب مغناطيس وتتثبت على الخوذة وتصير تضرب فرامل. انت لما يعني هي فيها حساس، اول ما تكون انت ماشي في الدراجة النارية او اي شيء، يعني هي فيها حساس، تكون ماشي بمجرد توقف اللمبة تشتغل. الان ان شاء الله بركبها وبشرح لكم عنها. هذه هي ماركتها، اللي حابب يدخل ويقرأ عنها. صراحة جميلة، يعني جميلة انه انت تكون ماشي والخوذة تضرب فرامل. طبعا هذا عشان ان شاء الله بنصب الزيت فيه. بالنسبة لهذه، هذه طبعا اكثر شيء تعبني اشتغلت عليها. هذه نفس القزاز اللي راكب عندي على الدباب، ولكن اخذتها من واحد من الشباب الله يعطيه العافية. هو اشترى قزازة اعلى، واخذت هذه انا قصقصتها لانه في عندي فراغات يعني يدخل منها هواء ويسبب لي شوية ازعاج، فقصقصتها. هذه هي اللي ان شاء الله بتركب في الفراغات اللي بركبها في القزاز اللي راكب على الدباب. الآن إن شاء الله بنبدأ معاكم التغطية ونقول بسم الله. بالنسبة لنوع دراجتي النارية طبعا يختلف من دراجة نارية لدراجة نارية. في يعني دراجات النارية الريس أو الكروز أو الرحال، كل دباب له طريقة تغيير زيت، لكن في النهاية كلها يعني الخلاصة واحدة. فهنا أول شيء أحتاج أنزل الصينية السفلية، هذه أحتاج أنزلها. طبعا لها 3 صواميل في الأفريكا توين، هنا واحد وعندك هنا واحد وهنا واحد. اول شيء نفكهم، وفي الناحية الاخرى في شيء زي المشبك كذا ما في صامولة، فاول شيء حنفك 3 صواميل هذه
وبعد كذا لابد انك تشغل الدراجة النارية اذا بتغير لها زيت. اذا كانت واقفة يعني طول الليل وباردة لابد انك تشغلها من 2 إلى 5 دقائق حسب ارشادات الشركة المصنعة، كاتبين من 2 إلى 5 دقائق تتركها شغالة وبعدين تنزل الزيت، لانه الزيت اذا كان حار ينزل بالكامل، لانه في اجزاء من الزيت يعني تمسك بجدار الماكينة من الداخل اذا كانت باردة ما تنزل. فلا بد انك تشغل المحرك وتخلي الزيت يحتر ويسخن من 3 إلى 5 دقائق بحيث انه ينزل بالكامل. بالنسبة للفك الصواميل حقت الصينية لا بد تستخدم الانكي، تشوف المقاس المناسب وتستخدم الانكي. الان ان شاء الله انا بفكها وبعد الفك بابدأ في تشغيل الدباب باذن الله. هذه هي الصينية بعد الفك، طبعا زي ما ذكرت 3 صواميل من هنا، عندك 3 صواميل، حاول تخلي الصواميل في نفس الصينية من الداخل عشان لا تضيع. ومن الناحية الرابعة حاطين مشبك، يعني أول شيء تركب المشبك بعدين تشبك الـ3 صواميل. هذا بالنسبة للأفريكا توين. بالنسبة للأفريكا توين هذا هو الدباب بعد فك الصينية السفلية. بالنسبة للأفريكا توين يجي له للزيت صرتين، هذه واحدة هنا والثانية هنا، هذه هي. فلا بد تنفك الصرتين عشان تنزل كمية الزيت بالكامل، وهذا الفلتر. الآن إن شاء الله بنبدأ بهذه العملية بالتفصيل. الآن شغلت الدراجة النارية وبتركها شغالة يعني زي ما قالوا في الكتالوج ما بين 3 إلى 5 دقائق، يعني ما تزود عن كذا، كفاية بين 3 إلى 5 دقائق يكون الزيت سخن كفاية. هذا الآن فكيت الصامولة حقت الصرة الأولى، والآن إن شاء الله بنفك الصرة حقت الصامولة الثانية. الآن الزيت جالس ينزل، اتركه يصفي أطول وقت ممكن. وبعدين الدباب الآن مايل، فحاول تعدل الدباب يعني تخليه مستقيم بحيث انه يكون فيه بعض البقايا تنزل. يعني الآن ان شاء الله بعدله، لأن ماني قادر أعدله الآن لأني ماسك الجوال بيد، فما أقدر أعدله بيد واحدة. الآن يعني فاهمين انتوا قصدي، يعني الآن الدباب مايل زي كذا، فأنت عدله وقفه زي كذا مستقيم شوي، خلي الزيت يصفي بالكامل، خليك يعني موقف الدباب مستقيم مدة دقيقة يعني أو نص دقيقة على الأقل عشان يصفي كامل الزيت. بالنسبة للصواميل الصرة هذه هي، حاول تنشفها مضبوط قبل لا ترجع تركبها، وحاول تنشف المكان اللي بتركب فيه الصامولة قبل لا ترجع تركبها. بالنسبة لهذه الحلقات يعني يفضل إنها تتغير بين كل تغييرة زيت وتغييرة زيت، لكن شايفها ما شاء الله شكلها لسه جديدة، فممكن اغيرها المرة القادمة باذن الله. شوف كيف مجرد بدأت اعدل الدباب شوية بدأ الزيت ينزل اكثر، شايف؟ لان الدباب كان مايل ففي كميات باقية، شوف شايف كيف؟ اول ما تبدأ تعدل الدباب شايف كيف الزيت بدأ ينزل اكثر. فلا بد انك توقف الدباب مستقيم يعني 2 دقيقة زي كذا لين يصفي كامل الزيت. دحين خلاص تتأكد انه صفى الزيت، بعدين تمسح مكان الصامولة قبل لا تركبها. بالنسبة لهذه الطريقة حقت الأفريكا توين، في نوعين من الأفريكا توين، في نوع يجي قير عادي اللي هي نفس هذه الطريقة، يجي فلتر واحد اللي هو هذا، لكن في نوع من الأفريكا توين يجي قير أوتوماتيك. القير الأوتوماتيك يجي له فلترين، فلتر للماكينة وفلتر للجير. فهذه الطريقة حقت الجير العادي، فاللي عنده جير اوتوماتيك نفس الطريقة بالضبط، بس في فلتر من برا يجي من جنب الماكينة. يعني لابد لما تغير زيت للدي سي تي تكون عارف انك لازم تجيب فلترين، وكمية الزيت في الدي سي تي تكون ازود شوية. يعني هذا ياخذ 4 لتر تقريبا، هذاك ياخذ 4 لتر و200 ملي او 300 ملي، ما اذكر والله، مكتوب عموما فيكون في كتالوج الدباب الدي سي تي. بالنسبة للصواميل حقت الصرة خلاص ركبتها، طبعا شدها شدة كذا بسيطة بيدك لين بعدين ان شاء الله بنشدها بالتور كرانش.
الآن إن شاء الله بنبدأ نفك الفلتر. هذا هو الفلتر، هذه القطعة اللي تفك الفلتر، هذه هي، وهنا تركب المفتاح وتبدأ إن شاء الله تفك. بالنسبة للزيت القديم يعني هذا أمانة، لا ترميه في مكان غير مخصص، لا ترميه في أماكن تصريف الموية أو ترميه في الحاوية اللي في الشوارع. لابد ترجع تعبيه في نفس الجالون اللي كان فيه الزيت الجديد وتوديه البنشري، يعني لا ترميه في أي مكان لأنه هذا مضر جدا بالبيئة. هو له عيار، له شيء اسمه تور كرانش. شو بدأ الزيت ينزل، فأنت بالتور كرانش تفكه إن شاء الله، يعني لما ترجع تشده بالتور كرانش. خلي طبعا الزيت يصفي على مهله. نفس الشيء بالنسبة للفلتر، لما كان الدباب مايل كذا على الجنب خلاص صف الزيت، لكن لما رجعت عدلت الدباب خليته مستقيم زي كذا بدأ ينزل زيت زيادة زي ما انتم شايفين. يعني لا تكتفي بانك تترك الزيت يصفي والدباب مايل، لابد تعدل الدباب تخليه مستقيم لانه حيصفي اكثر. خلاص الان تتأكد انه الزيت صفى مضبوط، تمسح مضبوط قبل تركب. شوف هنا عندك هذه الدائرة لازم تمسحها مضبوط، تتأكد انه ان شاء الله ما في اي زيوت متبقية. بالنسبة لفلتر الزيت، هذا الفلتر الزيت الاصلي من هوندا. شوف لو تلاحظوا بعض الفلات لما تشتريها جديدة تكون مغلفة من هذه المنطقة بغلاف نايلون، ويكون تحت النايلون في طبقة كذا خفيفة من الشحم الابيض، لكن بالنسبة لفلتر هوندا ما هو جاي عليه الشيء هذا. حتى هم كاتبين انه لابد تاخذ مسحة بسيطة من الزيت القديم، تاخذ كذا مسحة بسيطة من الزيت القديم وتمسح على هذه المنطقة كذا، يعني شيء خفيف كذا، مسحة خفيفة، وبعد كذا تركب. يعني لا تركب والجلدة هذه ناشفة، لابد تعطيها يعني كذا مسحة بسيطة من الزيت القديم. وحتى كاتبين لك هنا انه الشد حق التور كرانش، لما تستخدم التور كرانش كاتبين انه الشد يكون من 24 الى 30 نيوتن متر، 30 نيوتن متر، لكن انا طبعا برضو بتاكد من الكتالوج. هذا هو الفلتر الجديد، بسم الله، يعني لا تشد زيادة، بشد طب شيء بسيط كذا بيدك، لو ما عندك قصدي تور كرانش لا تشد زيادة، بس خلاص الحين بشده بيدي بس شدة صغيرة، وبعد كذا بالتور كرانش. هذا الكتالوج، هذا الصفحة حقت الزيت، شوف هنا يقول لك ضع كمية بسيطة من الزيت على الجلدة اللي هو الربر سيل في الفلتر الجديد قبل لا تركب، ويقول لك النيوتن متر حق الفلتر 26 نيوتن متر، مع انهم كانوا كاتبين على الفلتر نفسه من 26 الى 30. وبالنسبة للصواميل حقت السرة كاتبين اوكي، بعدين كاتبين انه الشد حقها 30 نيوتن متر. هذا هو التور كرانش، خلاص عيرته للفلتر انه يكون 26 نيوتن متر، وعيرته للصواميل السفلية انه يكون 30 نيوتن متر. وخلاص الحمد لله انتهيت من الشد. شوف كيف، بس بوريكم ميزة التور كرانش الالكتروني كيف. شوف مجرد تشد يعطيك المقاس، شوف هذه فائدة التور كرانش، انك تشد يعني تكون عارف بالضبط الرقم الموصى به من المصنع، يعني ما تزود او تنقص. خلاص الان ركبت المحقن في مكان صب الزيت. حاول تاخذ لك محقن يكون طويل ويكون يعني بنفس هذا التصميم، بحيث انه ما يطيح عليك الزيت وانت تصب الزيت. شايف هذا كيف، فما في 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 محقن يكون صغير كذا، مقاسات صغيره، هذاك ما يساعدك، بالعكس خذ شيء زي كذا نفس هذا التصميم اذا انت ناوي ان شاء الله تغير الزيت في البيت. ببدأ إن شاء الله الآن صب الزيت. عجبني تصميم الجالون حق الزيت، شوف كيف له يد من فوق ويد من الجنب، فعلا يعني تصميم الجالون جميل جدا. شوف لما يكون المحقن بنفس هذا التصميم ما تشيل هم إنه الزيت يطيح عليك هنا أو هنا، لأنه تصميم المحقن جميل. شايف زي ما ذكرت لكم تصميم جميل. الآن إن شاء الله بنتهي من صب الزيت ونكمل معكم التصوير. كده الحمد لله انتهيت من صب الزيت. خلاص الان ان شاء الله بس بشغل الماكينه كده، سيبها من 3 ل 5 دقائق وبعدين ترجع تعير الزيت. الحين شغلت الدباب كده من دقيقتين.
ثلاثة دقائق لخمسة دقائق تتأكد إنه كل شيء تمام. إن شاء الله الحمد لله ما في تهريب ما في شيء، كل شيء الصواميل مشدودة تمام وكل شيء تمام، وبعد كذا تركب الصينية السفلية. بالنسبة للزيت القديم خلاص الحمد لله انتهيت، رجعت وصبيته في العلبة حقت الزيت، وإن شاء الله الآن بوديه للبنشري. وزي ما ذكرت لكم لا تستهين أبدا بالزيت القديم، لا ترميه في الحاوية أو ترميه هنا أو هنا، وديه للبنشري وجزاك الله كل خير. أهم شيء بعد ما تصب الزيت إذا تبغى تعير الزيت، طبعا أنا يعني الحمد لله ما أحتاج أعير الزيت لأنه عياره واضح، يقول لك إذا مع الفلتر 4 لتر، وأنا غيرت مع الفلتر وصبيت 4 لتر. إذا تبغى تعير يقول لك حط الدباب على السايد ستاند وشغل الدباب من 3 لـ5 دقائق، بعدين طفي الدباب وعدله بحيث انه يكون يعني مستقيم. فأنا طبعا ما عندي سنتر ستاند عشان يكون مستقيم، فرفعت الدباب على هذا اللي تفك الفلتر الزيت وعلى حبة من حقة المفتاح، وخلاص صار الدباب مستقيم. وبعد كده تقدر تعير، فكاتبين لك اذا تبغى تشوف العيار لازم اهم شيء العيار يكون بين المؤشر العلوي والسفلي. طبعا على الوضعية هذه بعد ما تعدلوا على الوضعية هذه تخليه مستقيم تستنى، كاتبين تستنى يعني من 2 لـ3 دقائق. اهم شيء لما تيجي تعير يقول لك يعني لا تنزل هذه بالكامل، شايف هذه حقة العيار، اذا تبغى تعير تخرجها وتمسحها، وبعد كذا بعد ما تمسحها ترجع تركبها هنا. بس اهم شيء لا تنزلها بالكامل، لا تنزلها بالكامل، وبعد كذا شوف العيار، اهم شيء يكون بين الخط العلوي والخط السفلي. خلاص الان الحمد لله انتهيت، رجعت الصينيه السفليه هذه هي، والان قاعد اشد صواميلها هذه هي هنا. كذا خلاص الحمد لله انتهيت من موضوع الزيت. زي ما ذكرت لكم في البدايه اني بوريكم كيف بسوي الفراغات هذه. هذه طبعا القزازة الأصلية، هذه أخذتها من واحد من الشباب زي ما ذكرت لكم الله يعطيه العافية، هو اشترى القزازة الطويلة وأنا أخذت هذه منه، فقصقصتها شوف هي بالضبط كانت زي كذا، والأجزاء هذه الزيادة هي الأجزاء اللي قصقصتها. ليش قصقصتها؟ لأني بركبها هنا في هذا المكان في هذا المكان وفي هذا المكان. هذا الجزء اللي قصيته من القزازة وحيتركب هنا في هذا المكان، وهنا حيكون الجزء اليمين بهذا الشكل، بعد ما تنتهي بهذا الشكل بتكون. بالنسبة لهذه القطعة، هذه هي القطعة اللي قصيتها لها، هذا الفراغ وهذه القطعة اللي قصيتها، وإن شاء الله بشوف لها طريقة كذا أثبتها بالغرة أو كذا عشان إن شاء الله يعني تبعد عني الهواء. لكن قبل أركب هذه القطعة بكتفي الآن بهذه القطعتين في اليمين وفي اليسار، وأشوف إن شاء الله كيف موضوع الهواء خف أو لا. هذه هي القطعة بعد التركيب، ثبتها بنفس المسمار اللي مثبت عليه القزازة الأساسية القاعدة حقتها، ولكن كنوع من التثبيت أبزود مسمار هنا في هذا المكان. إن شاء الله نسوي مسمار هنا، نسوي كذا حفرة بسيطة كذا في الدريل ونثبت مسمار إضافي هنا كنوع من التدعيم، لأنه شوف كيف شوية تتحرك من الأسفل، فمع مسمارين تثبت ان شاء الله بافضل طريقة. هذه هي الحمد لله خلاص سويت هنا حفرتين، هذه الاولى هنا وان شاء الله الان بثبتها مع المسامير، وهذه الثانية وان شاء الله الان بثبتها مع المسامير. الشكل النهائي ان شاء الله بيطلع كذا كأنه شيء رسمي، يعني شيء كذا ما كأنه توليف، بيطلع كأنه كذا شيء شغل شركات. خلاص الحمد لله انتهيت من التركيب، هذه هي ثبتها مسمار من هنا، حطيت جلدة هنا برضو كنوع من التدعيم، والمسمار هذا اللي مع القاعدة حقت الدباب والقاعدة العلوية، ونفس الشيء من الناحية اليمين. وان شاء الله كذا بإذن الله ارتاح من موضوع الهواء، بشوف اجرب كذا، اذا اكتشفت انه لسه في هواء زيادة حضطر اقفل هذه، لكن اتوقع ان شاء الله انه كذا كفاية. هذا بالنسبة لموضوع القزازة الأمامية، وإن شاء الله الآن نروح لموضوع لمبة الفرامل اللي ركبتها على الخوذة. أما بالنسبة للمبة الفرامل الخوذة هذه هي شغلتها أنا، لها طريقة تشغيل مميزة، تلمسها من هنا لمستين تشتغل. طبعا إذا كانت مثبتة على الخوذة وإنت ماشي بالدراجة النارية، أول ما تفرمل أو تهدي حتى تلاقي الخوذة اللمبة تلقائيا تشتغل،
يعني هذه هي انت ماشي مثلا فرملت لقيها تلقائيا تشتغل، هذه هي فكرتها. هذه هي قطعة المغناطيس اللي تيجي مع لمبة الفرامل طبعا في الكرتونة حقتها، تثبتها يجي معها منظف، اول تنظف المكان بعدين تثبتها، وهذه تشبك زي كذا فقط، هذه طريقتها. بعد كذا هذه الخوذة، انت جالس تسوق الدراجة النارية، اول ما تفرمل تلقائيا تضرب فرامل مع فرملت الدراجة النارية، او حتى لو هديت السرعة، يعني لو كنت ماشي مثلا 60-70 هديت السرعة شيء بسيط تلاقيها على طول تنور. هذه فكرتها جميلة جدا، يعني اصدقائي اللي كانوا ماشيين ورايا قالوا لي يعني معطية منظر جدا جميل، شيء مميز يعني ما تشوفه دائما كذا مع اصحاب الدراجات النارية. في شيء برضو صراحة ركبته مؤخرا وانصح فيه، السماعة هذه من كاردو. يعني صراحة أنا كنت يعني أقطع مشاوير طويلة ومسافات طويلة بالدراجة النارية، يعني آخر مرة كنا مروحين من ميسان، بعد ميسان تقريبا 100 كيلو إلى الطائف، بعد كذا من الطائف إلى مكة تقريبا برضو 60 كيلو، بعدين من مكة إلى جدة حوالي 70 كيلو، مسافة طويلة يعني أحيانا تمل. فهذه السماعة صراحة جدا جميلة، تتسلى في الطريق، تشغل مقابلات، يعني اهم شيء انك تسمع، مو طبعا تتفرج او تشوف مقطع، لا انت قاعد تسوق لا بتكون مركز، لكن تشغل اي شيء كذا انت يعني تحب تستمع له، اي صوتيات تحب تستمع لها، تتسلى في الطريق يعني تستفيد ولا تجلس طول الطريق ساكت. فهذه صراحة جدا جميلة، تشغل مقاطع يوتيوب، تشغل مكالمات تتصل منها، وفيها ميزة جميلة انك تقدر تشبك مع الجروب اصحابك اللي معاك في الخرجة، اذا كلهم معاهم نفس الشركة هذه اللي هي كاردو. وبرضو فيها ميزة انها تقدر تشبك مع يعني مع شركات اخرى او مع براندات اخرى، فصراحة انصح فيها بشدة. طريقة تركيبها سهلة، تركب لها سلك من هنا وتثبت هذه، وتثبت السماعات من الداخل، وتثبت الميكروفون. طبعا ما راح اشرح يعني كيف طريقة تثبيتها لانها تاخذ وقت، بس الفكرة العامة لها انها صراحة جميلة، يعني انصح اللي يسوق الدباب بكثرة ياخذها ويركبها عنده في الخوذة، لانه يعني بتتسلى فيها في المسافات الطويلة. اخر شيء ابغى اختم فيه هذه التغطية، انه حصلت عن نفس الشركة هذه لكومولي اللي تبيع الزيوت، حصلت عندهم للجنزير، يعني تشحيم للجنزير، هذا هو تشين لوب وايت، اللي هو يجي حتى شوف يعني شوف ايش كاتبين هنا، وايت فولي سانثيتك سبيشال جريس، يعني حتى التشحيم صار فيه منه سانثيتك. ف يعني صراحه ان شاء الله انه يكون كويس، انا اول مره اجربه. حاطين عليه طريقه الاستخدام، انه اول شيء رج القاروره بشكل جيد، وبعد كذا كاتبين انه يكون الرش على الجنزير من الداخل وليس من الخارج. شوف حاطين سهم هنا انه من الاسفل لا ترش، رش فقط من الداخل واتركه يجف لمدة 15 دقيقة. هذا هو صناعته، made in Germany. فانا من كثر ما مدحولي صراحة في الشركة هذه وفي جودة منتجاتها، فبشوف ان شاء الله بستخدمه ونعطيكم المستجدات. بالنسبة للمشتركين الجدد في القناة، اضغط فوق هنا بتحصل التغطية حقتنا، حقت كيف تشحم الجنزير وكيف تحافظ عليه لأطول وقت ممكن، وإن شاء الله تكون التغطية هذه نالت إعجابكم، ونشوفكم إن شاء الله في تغطيات قادمة أوسع وأشمل بإذن الله تعالى وفي رعاية الله.